وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات. مساء الخير سعادة الوزير. مساء الخير. وشكرا على الحضور. كما جاء في التقرير أن القطاع اللوجستي يشكل عصب البنية الاقتصادية والنمو في أي بلد، لو تحدثنا عن أهمية هذا القطاع بالنسبة لمملكة البحرين وتحديدا عن دور اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد في دعم تطوير هذا القطاع. طبعا ما في شك ان اللجنه التنسيقيه برئاسه سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنه التنسيقيه يعني لها دور كبير في تنميه القطاع مؤخرا خلال السنوات الثلاث اللي راحت. تشكيل لجنه تشرف على تنميه القطاع، متابعه مباشره من سيدي صاحب السمو ولي العهد، زيارات ميدانيه، اجتماعات مكثفه، أهداف محددة، وفريق عمل أيضا يمثل جميع الجهات المعنية بالقطاع، سواء كانت وزارة المواصلات والاتصالات متمثلة في النقل الجوي ولا النقل البحري ولا النقل البري، بالإضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة، الجمارك يلعبون دور كبير، الإخوان في مجلس التنمية الاقتصادية، وأيضا مكتب النائب الأول. العمل بشكل وثيق، أهداف تم تحديدها بعناية، روح الفريق الواحد خلتنا نعالج الكثير من المعوقات ونعالجها بشكل جدا سريع. طبعا هذه كلها انعكس على النتائج اللي تحققت. اليوم القطاع اللوجستي يمثل 7% من الناتج المحلي الاجمالي، وله دور كبير في تحفيز ونمو القطاعات الاقتصاديه الاخرى مثل الصناعه، مثل السياحه. الحمد لله كل الاعمال اللي تمت خلال الفتره اللي راحت انعكست ايضا على دوليا في المؤشرات الدوليه. صح. اليوم البحرين مركزها تقريبا كمثال تطور أكثر من 18 مركز في الترتيب في مؤشر الكفاءة الخدمات اللوجستية. فالحمد لله العمل جاري ومستمر لتطوير القطاع مثل ما قلت له، لأن له دور كبير في الناتج المحلي الإجمالي. نعم، تحدثنا عن هذه الجهود كان لها يعني لها التأثير في تحقيق الرؤية ونقلها إلى التنفيذ. نتحدث عن المشاريع والإنجازات التي تحققت، على سبيل المثال وليس الحصر مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، المنطقة اللوجستية وغيرها من المشاريع. كيف تساهم هذه المشاريع والإنجازات في الدفع بعجلة تطوير القطاع اللوجستي؟ طبعا للأمانة هناك العديد من المبادرات والمشاريع اللي تم تنفيذها ويتم تنفيذها حاليا لتطوير القطاع اللوجستي من كافة الجهات المعنية. طبعا مشروع المطار هو احدى المشاريع هذه، اللي هو بدأ في ابريل 2016 بتدشين وبرعاية من سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد. اليوم احنا تقريبا نحاول ان نزيد الطاقة الاستيعابية للمطار لاكثر من 3 أضعافها. تقريبا ان شاء الله معناها هذا الشهر راح يكون انتهينا من 55 إلى 60% من العمليات الانشائيه. وان شاء الله المشروع ماشي حسب الخطه، وافتتاح ان شاء الله في الربع الثالث، نهايه الربع الثالث من 2019. ما في شك ان المطار يعتبر الميناء الجوي. ورافد مهم للاقتصاد البحريني، البوابة الأولى للبحرين. أيضا هناك قرار من اللجنة التنسيقية بمضاعفة المساحة المتعلقة بالشحن الجوي، والفعل بدينا في الدراسات الهندسية لتوفير هذه البنية التحتية، وأيضا مجلس التنمية الاقتصادي يعمل معنا ومع شركة المطار بشكل وثيق لاستقطاب شركات جديدة، وإن شاء الله في القريب العاجل راح نعلن إن شاء الله عن نجاحات. فمشروع المطار مثل ما قلت هو احدى المبادرات، ولكن ايضا هناك امور كثيره صارت في مثلا جسر الملك فهد. نعم. اللي هو يعتبر الشريان البري للتجاره لمملكه البحرين. الكثير من العمل قاموا فيه الاخوان في الجمارك مع الجانب السعودي. طبعا كل هالامور ادت الى انخفاض في الزمن اللي تحتاج الشاحنات والحاويات في المرور في الجسر، كانت قبل البدء في اللجنه يمكن 6 أيام. نعم. اليوم نتكلم عن ساعات، يمكن في احسن حالات 10، في اسوء الحالات 24 ساعه. فتطور كبير، وما زلنا احنا نجتهد مع الاخوان في الجمارك مع الاخوان في السعوديه على ان يكون الزمن اقصر. مبادرات متعلقه بمسار خاص للشركات واكبر 10 مصدرين في البحرين، مسار خاص للشاحنات الفارغه. نعم. تفويج الشاحنات تغير، استخدام تكنولوجيا المعلومات على اساس ان نسرع من عمليه التخلص الجمركي. فكل هالامور في جسر الملك فهد ايضا ادت الى انعكست على نجاح القطاع. هناك ايضا نجاحات في ميناء خليفه بن سلمان. ميناء خليفه بن سلمان بنيه تحتيه متطوره جديد، طاقة الاستيعابية 1.1 حاوية. العام مثلا 2017 شهد نمو في الحاويات بمستوى 7%، البضائع العامة نمت 21%، والحمد لله جميع المؤشرات المتعلقة
المدة الزمنية لتخليص الحاوية جدا مرتفع بالنسبة مقارنة بالموانئ المجاورة والدولية. المنطقة اللوجستية مثل ما قالوا في تقريركم يعني في خلال سنتين زادت عملية التأجير من 35% إلى 80%. نعم. 10 شركات متخصصة في النطاق اللوجستي خلقت فرص عمل، وأيضا جلبنا مثل ما يقولون رأس مال أجنبي ورأس مال أيضا محلي للبحرين. كل هذه الجهود ما كانت تتم لولا أن في فريق متابعة مستمرة من سيدي صاحب السمو العهد، وللأمانة في روح بين الفريق أن الهدف مشترك، أن إحنا إذا تكملنا بنحقق أهدافنا، النجاح للجميع وليس حق وزارة واحدة أو جهة معينة. نعم، الإنجاز دائما أكبر من التحدي. نتمنى لكم كل التوفيق في جهودكم. سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.